التي ترأسه وزير السكن والعمران اليوم محمد طارق بالعريبي، اجتماع تقني متكون من عدة قطاعات حول عملية الاكتتاب في صيغة عدل 3. يبدو بأننا دخلنا المرحلة الجدية في سكنات عدل 3، والوزير اجتمع بالخبراء من أجل صياغة اللمسات الرتوشات الأخيرة قبل إطلاقه رسميا. حسب بيان للوزارة، الهدف من لقاء هذه اللجنة دراسة جميع الجوانب التقنية وسرد مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة عدل 3، وتم ضبط رزنامة زمنية، هذا أهم شيء، رزنامة زمنية يريد تحترم أيضا، بمختلف للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها إيجاد كل الحلول الممكنة وإنجاح العملية. أستاذ سليماني، الاجتماع يبدو بأنه شكلا يمهد للإطلاق الرسمي لعدل 3 التي أعلن عنها الرئيس تبون في الجلفة، وأيضا يبدو بأن هذه اللجنة مهمتها تقنية أكثر في دراسة ما الذي سيتغير من عدل 1 إلى عدل 3، ما رأيك؟ في لغة الاقتصاد الأحقاد نقول عندما يمشي البناء والسكن فكل الاقتصاد يمشي، يعني كل المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة، كل النسيج الاقتصادي راه يمشي، وحتى المواطن الكريم المواطن راه يحس، يقول لك موجود هناك برامج عدل 3، معناتها حتكون هناك خدمة، حتكون حتى من هي مقاربة اجتماعية اقتصادية، نتكلم ربما حتكون مئات الآلاف، ما عنديش الرقم بالضبط، لكن حتكون على الأقل 400,000 على الأقل سكن اللي حتكون فيها الاكتتاب. نعم هي ديناميكية من أجل تشجيع يعني العمل، وخصوصا إدخال المؤسسات الجزائرية اللي عندها الخبرة وعندها التجربة، لأنها احتكت بشركات صينية والتركية وشركات أجنبية اللي عملت في مشروع عدل 1 وعدل 2. لكن من منطلق يعني من منبر الشروق اليوم نقول يجب أن تكون هناك دراسة تقنية واقتصادية الأحقاد. خلونا من المراقد أو من سيتي دورتوار هذا اللي كانت ربما مثل حوش الريح وربما بعض العمارات اللي ما كانت في مكانها، اليوم يجب أن نروح إلى مخطط وطني لتهيئة الإقليم. اليوم المواطن الجزائري مثلا عندما العمل يكون قدام السكنة نتاعه، قدام يعني المدارس، تكون هناك حركية ديناميكية، ونروحوا إلى المدن الذكية، نروحوا إلى بوكزول، نروحوا إلى البيض، نروحوا إلى الصحراء، إلى الهضاب، نروحوا إلى حتى المناطق الحدودية. شفنا مؤخرا كان إعادة يعني بحث صندوق التمويل تاع السكنات الريفية. إذا هناك ديناميكية، يجب أن نسير هذه الديناميكية بحكمة وبذكاء، وخصوصا أحقاد نتمثلوا للديدلاين يعني للتوقيت في الأجال المقترحة.